المتوقعه. طب عايز اقول لك على حاجه، معلش انا اسف اقطع كلامك والله. ايه رايك لو هنحلم مع بعض انت تسافر بطوله افريقيه، فهنجيب محترفين، فانا هجيب لك المحترف لغايه عندك. تمام. خلاص هناخدها على التليفون. مساء الخير يا كابتن مروه. كابتن خالد مساء الخير، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ مشرفانا ومشرفه النادي الاهلي ورافع راسنا في فرنسا. ربنا يخليك كابتن، ليا الشرف. ربنا قولي لي اخبارك ايه في الدوري الفرنساوي؟ الحمد لله احنا ماشيين كويس قوي السنه دي، الحمد لله رب العالمين. لعبنا 12 ماتش، كسبنا 7 ماتشات وتعادلنا ماتش وخسرنا ماتشين من بطل الدوري الثاني بطل الدوري. احنا الرابع في الترتيب والحمد لله على 16 واحد ثاني هداف الدوري ما شاء الله. يعني ان شاء الله تكمل بالخير السنه دي ونقدر نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. مروه كنت بتكلم مع كابتن سميره جمعه طبعا زميله الملاعب كويس، وقلت لها قلبها ميت، قلت لها كابتن مروه قلبها ميت، سافرت كانت فاتحه المجال وكنت معاكي في الموضوع وشفتك وانت بتسافري عشان تعملي حاجه مختلفه في الهاندبول في مصر لكل البنات. قولي لي كده بس، هرجع معاكي الذاكره شويه ورا، سافرتي باي امل؟ سافرتي باي روح؟ سافرتي باي طموح؟ والله يا كابتن يمكن الحمد لله الواحد يعني كان انا كنت من الناس المحظوظه ان انا ابقى بس مع النادي الاهلي، اتعلمت يعني ايه معنى احترام جوه النادي الاهلي، مع يعني طموح يعني ايه عادي يعني ما ينفعش نخسر. والحمد لله يمكن انا في حياتي مع النادي الاهلي كلها كان عندي 11 سنه لحد ما سبت النادي الاهلي، انا عندي 24 سنه يمكن ما خسرتش بطوله، ما خسرتش ماتش، فالحمد لله كان يعني المنافسه في مصر كانت شبه تكون يعني تكون عدما ان احنا كنا بنكسب على طول كل ماتشات في الدوري والكاس وبطوله المنطقه. فيمكن لما كان جالي عدم الاحتراف دوت انا حاضر معايا الموضوع دوت على مستوى شخصي. يمكن قعدت مع النادي الاهلي، قعدت مع كابتن الرئيس، رئيس النادي الاهلي كابتن حاليا كابتن محمود خطيب كان نائب الرئيس قبل ما اسافر. كان الراجل ده رحب بالفكره جدا ووافق وسام يحترف. يعني كان عندي طموح، كان عندي طموح ان انا اعمل حاجه، كان حتى لما بدات سافرت على فرنسا درجه ثالثه وبدات اطلع من ثالثه لثانيه لحد ما وصلت درجه اولى ممتاز، لحد ما وصلت كابتن فريق الحمد لله رب العالمين. زي ما شرفت ان انا كنت كابتن فريق النادي الاهلي، بقيت اول كابتن فريق لنادي اوروبي، اول بنت عربيه كابتن فريق لفريق اوروبي، فده الحمد لله يعني كان طموح وحلم بالنسبه لي وربنا اكرمني فيه الحمد لله. كلمه اخيره قبل ما اسيب الكلام لكابتن سميره جمعه، على السوشيال ميديا متضايقه، حاسس ان انت متضايقه شويه على النادي الاهلي، لكن احنا اولادنا بنديهم روح. اتفضلي. طبعا لا والله طبعا كابتن سميره جمعه طبعا كانت كابتني وشرفت باللعب معاها طبعا، اتمنى لها التوفيق، وكانت لعيبه كبيره ولعيبه عظيمه، اتمنى لها التوفيق ان شاء الله. احنا مش فكره زعلانين او مش فكره، احنا طبعا يعني متضايقين شويه لكن ده طبيعي لان النادي الاهلي على فكره دايما هو الكوره رقم واحد في كل الالعاب، مظبوط، كوره في باسكت طايره هاندبول كله. فبس احنا واثقين، الفرق احنا زعلانين بس احنا واثقين ان احنا هنرجع احسن من الاول تاني عشان هو ده اللي علمنا عليه النادي الاهلي. هقول طبعا للناس كلها على السوشيال ميديا او في كل مكان، ما تخافوش على النادي الاهلي، النادي الاهلي بيتأمننا، ما تخافوش، النادي الاهلي هيرجع رقم واحد تاني لان هو ده اللي اتربينا عليه، هو ده اللي عشنا عليه طول عمرنا. كابتن مروه دي حقيقه، كابتن مروه عايزين نتبنى حمله. انا كنت لسه بتكلم في اول حلقه النهارده، الخساره هي مش الخساره، الخساره هي مش نهايه نهايه الحلم، هي بدايه المكسب للبطولات. عايزين نتبنى حملك دعم كامل لكل فرق النادي الاهلي، انا عارف انت قويه جدا على السوشيال ميديا مع كل الناس، عايزينك تتبني الحمله دي، ايه رايك؟ اكيد طبعا اكيد، ليا الشرف والله كنت غير ما تقول اصلا انت عارف طبعا انا مش حاجه في حياتي كانت على بهاد بقول وبتابع النادي الاهلي كل حاجه عارف. فكره احنا ممكن نخسر ماتش كويس، ممكن تخسر بطوله كويس، بعدها بترجع تكسب اثنين وثلاثه، برافو عليك. مش عايزه الناس تقلق خالص، طبيعي دي رياضه، وارد ان احنا نخسر لكن الشاطر اللي بيضحك في الاخر يعني، فاحنا هنرجع اول في الاول كل الالعاب ان شاء الله. معاكي بقى كابتن سميره جمعه، عايزه اتكلمك، اتفضلي. ازيك يا مروه؟ كابتن سمينة، ازيك كابتن، اخبارك ايه؟ على فكره هي امبارح بالليل كلمتني والله. فرنسا عشان تطمن على الماتش، وقلت لها ان دي كانت يعني كانت ظروف ماتش مش اكتر، وان احنا ان شاء الله ربنا يسهلها باذن الله ونعوض الفتره اللي جايه يعني. عايز تقولي كلمه لمروه على التليفون كده واضحه وصريحه قدام الناس، اتفضلي. اقول لها ربنا يحميكي ودايما في تقدم وتوصلي لكل اللي انت بتتمنيه واكتر كمان يا رب. كابتن ايه صلاح، ربنا يخليك كابتن سمير، ربنا يخليك يا رب. مروه طبعا انا قابلتها كانت في الاجازه اللي فاتت، يمكن انا كلمتها في موضوع انها تيجي تلعب بطوله عربيه او بطوله افريقيه، طبعا مرحبه،
اكيد وقالت لي نبعت بس الجداول ونظبطها تمام، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى لو كرمنا ببطوله افريقيه او عربيه هي جاهزه في اي وقت. وده مروه طبعا مش غريبه عن النادي الاهلي ومش غريبه عندي. طبعا بموت طبعا في حاجه اسمها مروه وهي عارفه الكلام ده كويس. طبعا كابتن ياسر طبعا وليا شرف وبالتوفيق، وكلنا وراكم كلنا في ظهركم واقفين في الكابتن ياسر واقفين في الجهاز الفني كله في اللعيبه كلها مش في قد المسؤوليه. وفي الاخر السنه ان شاء الله هكلمكم عشان ابارك لكم على الثلاث بطولات ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن مروة عيد يعني بنشكرك اللي كنت معانا وبنستمتع بيكي دايما، وان شاء الله كده دايما موفقه واول الدوري باذن الله واول بطوله اوروبا باذن الله، وتكوني هداف الدوري الاوروبي وحاجه بتشرفنا جدا 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 يا كابتن مروة. شكرا كابتن مروة، حاجة رائعة أكيد.